لاعب خالد العسكري في كرة فرناندينيو هذا. بعد ذلك كان لابد على الفريق البيضاوي أن يخرج من منطقته، وعندما بادر هدد محسن متولي مرمى فيكتور في مناسبتين، لكن براعة الحارس وفردية المتولي لم تكسرا صمت الشباك، ولسان حال الجماهير يقول لماذا يا متولي؟ دعوات ما بين الشوطين للاعبي الأخضر استجيبت سريعا. هجمة مرتدة أنهاها محسن ياجور في الشباك البرازيلية بعد 6 دقائق على بداية الشوط الثاني، وكان التعزيز قريبا من الرجاء، إلا أن راية التسلل أبقت على أمال جمهور أتلتيكو مينيرو الذي انتظر الفرج من قدم نجم فريقه رونالدينيو. فكان الهدف من حرة مباشرة ليست غريبة على مهاراته في الدقيقة 63. الخطورة التي شكلها ياجور على الدفاع البرازيلي أثمرت عن ركلة جزاء تحصل عليها قبل النهاية بقليل، وبنظرة الواثق من نفسه ترجمها القائد متولي إلى هدف ثان حول به الحلم إلى حقيقة. الحلم تأكد عندما وقع فياني مابيدي على سك بلوغ الرجاء النهائي المونديالي كأول فريق عربي يسجل هذه المفاجأة بانتظار مقابلة بايرن ميونخ على أمل مواصلة التألق الأخضر. وللحديث عن الإنجاز التاريخي للرجاء البيضاوي